صباح الخير واهلا وسهلا مع اول فيديو من كتاب سوبر كوميونيكيتورز، الكتاب اللي الكاتب بيحاول يشرح فيه ازاي ان الناس ممكن تكوميونيكيت مع بعض بشكل افضل وتكونكت مع بعض بشكل افضل. الحقيقه هو اول قانون بيتكلم عليه في الكتاب بيقول ان في حاجتين السوبر كوميونيكيتورز بيعملوها قبل ما يبداوا نقاش مع اي شخص قدامهم. الحاجة الأولى إن هما بيحاولوا يعرفوا إيه نوع النقاش اللي هيدور أو اللي بيدور بينك وبين الشخص اللي قدامك. النقطة التانية إنه بيحاول يعرف إيه المود بتاع الشخص اللي قدامك. طيب النقطة الأولى هو بيقول إن في ثلاث أنواع من النقاش، في نقاش عقلاني اللي هو بيحتاج إن أنت تاخد قرار أو إن أنت تفكر بشكل عقلاني، تفكر في الحاجات زي ما بيسموها بروز أند كونز وتقعد تعمل أناليسز وتقعد تعمل تدقيق، فده نوع أولاني من الدسكشن. النوع الثاني هو نقاش عاطفي، ان حد يكون بيتكلم معاك، ان هو بيحكي لك مشكله، ان هو بيفرغ شحنه، ان هو بيشتكي من حاجه معينه. النوع الثالث من الدسكشن هو نقاش اجتماعي، ان فريندلي دسكشن، بتتكلموا على موقف معين، بتتكلموا على حاجه عايزين تعملوها مع بعض، بتتكلموا على مجموعه، بتتكلموا على ماتش كوره. تحديد انهي نوع من النقاش هو اللي بيدور بينك وبين الشخص اللي قدامك، الكاتب بيقول ان ده بيساعد، ان ده من ادوات السوبر كوميونيكيتورز لما بييجوا يتكلموا مع حد. سؤال، هل طبيعي ان انا كل ما اقعد مع حد اقول له بعد اذنك هو ايه نوع النقاش اللي هيدور بيني وبينك؟ لا طبعا، دي نقطه. النقطه الثانيه ان عاده لما بنتكلم مع حد هو كل الحاجات دي بتكون ميكست في نفس الدسكشن، فهو بيقول في النقطه دي بيقول حاجه جميله قوي، بيقول ده كلام صحيح بس عاده بيكون في هدف للدسكشن. الدسكشن ممكن بتدور حوالين حاجات اجتماعيه وفي النص ممكن تبقى ايموشنال، بس عاده بتلاقي الدسكشن ان بيكون في واحده من الثلاثه هي اللي غالب على الدسكشن. يعني تلاقي مثلا انت قاعد بتتكلم مع حد ان هو واقع في مشكله ومحتاج ياخد قرار، ايوه ممكن في النص جت ايموشنال بس الاصل في الدسكشن ان هو عايز ياخد قرار، او تلاقي ان حد قاعد معاك بيفضفض بس هو مش عايز ياخد قرار ولا حاجه وعايزك تسمعه. فهو بيقول تحديد نوع الكوميونيكيشن بيخليك ان انت تظبط المايند سيت بتاعك وطريقه الكوميونيكيشن بتاعتك، ان انت ما يكونش حد عايزك تطبطب عليه وعايزك ان انت تسمعه عشان هو بيفضفض وانت قاعد عمال بتحاول تساعده ياخد قرار، يقول لك يا عم الحاج انا مش عايز قرار، انا عايزك تقعد تسمعني بس. بس طبعا مش كل الناس عندها القدره ان هي تعبر عن نفسها بالشكل الواضح ده. النقطه الثانيه وهي في غايه الاهميه اللي هي نقطة ماتشنج المود بتاع الشخص اللي قدامك، ان انت تعرف هو على انهي ويف لينث عشان انت تظبط الويف لينث بتاعتك معاه. يعني مثلا لما تلاقيه ان هو متعصب ما تكونش انت في منتهى الهدوء لدرجة يقول لك يا عم ده انت بارد يا اخي، لا انت ممكن توريه شوية ان انت فعلا منفعل من الموضوع اللي هو بيتكلم فيه. لو هو مثلا بيقول لك شفت الفلان عمل كده ازاي وازاي يعمل كده، فانت ممكن بذكاء انت تقول له والله بجد ما كانش ليه حق ان هو يعمل كده، مع ان انت مش متعصب بس انت يور تراينج تو ماتش المود بتاعه ليه بتعمل كده عشان تعرف تدرايف الدسكشن معاه بعد كده. فماتشنج المود برضو نقطه مهمه قوي، ان انت تقرا كده هو موده عامل ازاي او الويف لينث اللي هو عليها ايه، عشان وان يو ماتش هيز مود تبتدي بقى ان انت تدير الدسكشن زي ما انت عايز. شكرا جزيلا، يا ريت اللي عجبه الفيديو يكتب في التعليقات، وان شاء الله مع فيديو جديد من كتاب سوبر كوميونيكيتورز ونراكم على خير.